السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم المشاركة من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتس آب والذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. البداية مشاهدينا الكرام من ارتفاع الأسعار في العراق، حيث شهدت الأسواق المحلية ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع الأساسية واللحوم الحمراء عشية حلول شهر رمضان المبارك، في وقت يعيش فيه المواطن العراقي ظروفا اقتصادية صعبة جراء تراجع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار واتساع خارطة الفقر في البلد. إلى ذلك طالب أحد الناشطين حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشاع السوداني إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع الأسعار التي ألقت بظلالها على المواطن الفقير مع دخول شهر رمضان في بلد يعج بالخيرات والثروات. دعونا نتابع مشاهدينا الكرام هذا المقطع. محمد الشياع السوداني اليوم تدري الفقير، هسه كنت بالسوق تدري الفقير يوصل للقصاب ويرجع يلودي مسكين، يوصل لابو الدجاج ويشرد الكيل اللحم ب 20، الدجاجه ب 12، السمكه ب 10، وهو فقير ما عنده، عايش على عاطلين يوميته 5000، لازم سحور وفطور بهذن ال 5000، منين يكفل له؟ واكو ناس ما عندها رواتب، راتب ابو العمليه ابو البلديه 150000، يا رئيس الوزراء يا اللي كل ساعه تطلع لي وصورني وانا سويت تبليط وسويت جسور، زحمه وعيب على رئيس وزراء يفرح له شعب، شعب بيه ثروات ما تقضي مدى الدهر، شعب بيه مليارات تريليونات، زحمه فرحه بحسوات، زحمه فرحه بجسر. يا رئيس الوزراء انت اجيت بوقت ما اجى رئيس وزراء مثل وقتك، لا مظاهرات ولا داعش، اجيت بوقت تريليونات وميزانيات هائله، زحمه ترى تقول لنا هذا تبليط وهذا جسور. افتح لنا عم نريد ناكل، لا نريد تبليط ولا نريد جسور، اريد الفقير ياكل. افتح الحدود، دخل لي دجاجه ودخل لي البيضه ودخل لي اللحمه ودخل لي المواد الغذائيه ودخل لي المخضر، كل العوائل المتعففه، كل واحد اليوم راح يفطر بماي شراب وخبزه يابسه، انت باشر امام الله محاسب، انت الوحيد للعلم، ما له علاقه بالاحزاب لان انت طلعت من بطن الاحزاب. الاحزاب تضغط عليك ما له علاقه بها، انت اليوم رئيس الوزراء انت القرار. افتح الحدود وخلي الجوعان ياكل. طبعا مشاهدينا الكرام ننتظر مشاركات حضراتكم بشان هذا الموضوع. اللي الجزء اللي ذكر الأخ الناشط في هذا المقطع حقيقة يحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى نقاش وحديث، خاصة الجزئية المتعلقة بفتح باب الاستيراد، هذه الدعوة أو المناشدة التي أطلقها إلى رئيس الحكومة محمد الشاع السوداني من أجل أن يفتح باب الاستيراد على مصراعيه لكي تدخل البضائع وبتكلفة قليلة وبالتالي تصبح بمتناول المواطن الفقير أو صاحب الدخل المحدود. أريد أن نناقش هذه الجزئية مع حضراتكم، هل هو هذا الحل الصحيح؟ هل فتح باب الاستيراد هو الحل المثالي أم تنشيط المصانع المحلية أم الاهتمام بالمصانع العراقية لرفض الأسواق بالمنتج الوطني المحلي ذات التكلفة المنخفضة؟ أليس هذا من المفترض هو الحل الأفضل الذي سيشغل اليد العاملة، الذي سيساعد على القضاء على البطالة، الذي سيساعد على التخلص من التبعية بالنسبة للاستيراد والاعتماد على الآخرين؟ بدل ما نفتح باب الاستيراد وندفع هذه المليارات سنويا، أليس من المفترض أن ننشط القطاع الداخلي؟ هذا النقاش أنتظر مشاركة حضراتكم لإبداء الرأي بشأن ما طرحه الأخ الناشط. ننتقل إلى موضوع أو مقطع آخر ضمن نفس الموضوع. انتقد أحد الناشطين رفع بعض التجار الذين وصفهم بالجشعين رفعهم لأسعار المواد الغذائية لا سيما الأساسية منها في ظل غياب حملات مراقبة الأسواق المحلية لمنع التلاعب بها. دعونا نستمع. تجار الجملة، تجار الأسماك،
تجار الدواجن تجار اللحوم اهل الاغنام ضميتوا اللحم والغنم اللي ما بعتوه الرمضان وهسه قام ينزل حتى الاسعار والجنار استوى طلعت بضاعتكم تكدسون جشعكم والفقير راح يظل يباوع للحمة بعينه ويباوع للدجاجة ويباوع للفواكه ويباوع البطل الزيت والتمن لان ما يقدر ولكم ليش تطلبون هذا الشعب تلقيه من الحكومة من السليب من الفساد من أهل المخدرات من الدول الإقليمية من تجار الجملة وجشع عمولكم إيش طالبين هذا المجتمع إيش طالبين العراقيين عم الواد ما عتها مو كلاعتها لجزز وتاهو وعمارات ومولات ووزراء وبرلمان معظم الشعب فقير عايش بتجاوزات عايش بعشوائيات عم الناس ما عتها مطلوبة سلف مطلوبة للسوق عم الناس جاعت ولكم رمضان اتقى الله اتقى الله بالشعب يا تجار يا جشعين يا ما تخافون الله. نستعرض التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين مشاهدين الكرام. مرتضى يقول ما يهمهم الفقير أهم شيء الجيب. تعليق من محمد الزاملي يقول خلي الناس 3 أيام مو أكثر تقاطع اللحوم والدواجن والأسماك راح تنزل غصبا عليهم. تعليق من فائز يقول الفقير واقع بيها والحرامية تاكل أشهى المأكولات والمسؤولين مخلصينها يطقطقون صور أو يصادرون جهود الناس الفقراء أو ينسبوها إلهم. علي يقول اليوم الله شاهد كل سلعة زايدة 1000 أو 50 بعدنا بسم الله. هذه كانت بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذين المقطعين. ننتقل إلى موضوع آخر ضمن فقراتنا. انتقد أحد المواطنين الإهمال الحكومي لمدرسة المروءة ومتوسطة الوطن في ناحية الإسكندرية بمحافظة بابل والتي كانت قبل سنتين كانتا تعملان بنظام الدوام المزدوج، ولكن نظرا لأن هذه المدرسة آيلة للسقوط توقف الدوام فيها لغرض إعادة التأهيل، وبعد مرور عامين لم يعاد بناء سوى السور الأمامي بتكلفة باهظة وسط تساؤلات عن أوجه الفساد في هذا المشروع. دعونا نتابع مشاهدينا الكرام. المدرسة هذا السياج الخارجي، شوف يعني هذا السياج هاي بشرفك، هذا الخلفي السياج الخلفي، أما السياج الأمامي ذبوا عليه 65 مليون بس سياج، وهي أصلا مدرسة آيلة للسقوط. تفضل. هاي مدرسة المروءة ومدرسة الوطن دوامين متوسطة وابتدائية. تفضل. هاي متروكة صارها أكثر من 2 سنين. شوف. زين هاي. مدرسة عائلة للسقوط صارها أكثر من 2 سنين مسدودة. ما نعرف يعني شنو سبب التأخير هذا. لا هم اللي عمروها. لا هم اللي خلوا الطلاب الدوام. لا هم اللي هدموها. يعني والله مصيبة. وهاي تراكم النفايات. حدث بلا حرج. تفضل. شوف شو تريد انواع، وهاي بعد بالليل هاي كلها تحترق، يصير النايلون ينخبط ويا البلاستيك. زين هاي وضعيه. هاي المدرسه راح اراويكم ايضا السياج اللي ذبوا عليه 60 مليون، هذا السياج الخلفي ما سووه طبعا، نص ونص، سووا منك بس الاماميه وعافوا الخلفي. وهسه راح نروح من الجهه الثانيه راويكم السياج اللي ذبوا عليه 60 مليون او 65 مليون. نرجع وياكم، هذا السياج اللي سووه ذاك اليوم ذبوا عليه تقريبا 65 مليون. يعني والله بد مهزله، يعني تحكي هي مدرسه عائله للسقوط، يسوون بس سياجها وذبوا 65 مليون على شنو؟ يعني هيك ما سيدي اعرف شنو يعني هاي الوضعيه هاي. وشوف زين احنا شمس شويه قويه لان هذا السياج اللي سووه. هي مدرسة هاي للسقوط، يسوون سياجة ويذبون 65 مليون 60 مليون، وهي مدرسة أصلا تعبانة، المفروض أرمم بيها من الداخل أكمل بعدين السياج الخارجي. ما يراد لها روح القاضي. مو هذا هدر بالأموال، راح تترك المدرسة وراح السياج يوقع وهسه والله ما أدري تحشي.
نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر، إذ رصد أحد الناشطين من محافظة ذي قار إحدى المدارس المتلكئة في منطقة الإسكان الصناعي الواقع في مدينة الناصرية، حيث بدأ العمل فيها بعام 2016 وتبلغ نسبة الإنجاز الآن نحو 50%، مطالبا الجهات الحكومية بضرورة متابعة أسباب توقف الأعمال ومعالجتها في ظل نقص الأبنية المدرسية والحاجة الماسة لها بالتزامن مع وجود مدارس أخرى تعمل بنظام الدوام المزدوج. لنشاهد. اليوم اتجهنا إلى هذه المدرسة اللي تقع في الأسكان الصناعي، هذه المدرسة بها نسبة إنجاز ما يقارب 40 إلى 50 إلى 60%، طبعاً هذا السقف كامل، الصفوف كاملة. طبعاً اللي التفت أنظاري طبعاً هذه المدرسة يعني مثل ما مو مثل ذيك المدرسه بها بعض الشبهات والجرائم والشغلات اللا اخلاقيه، هاي المدرسه طبعا هي نظيفه، هسه احنا نقول مثلا اذا كانت موجود بها العمل او يشتغلون بها، وين المهندس المقيم؟ وين الشركه المنفذه؟ وين العمال اللي موجودين؟ احنا دائما يعني نرصد هاي المدارس لاسباب عديده، لان هناك لود على المدارس 3 دوامات أو 4 دوامات، فالمفترض تكون افتتاح هذه المدرسة بأسرع وقت ممكن. هذه المدرسة تم إنشائها ما يقارب 2016، إلى الآن هذه المدارس جاهزة، أكثر من 40 إلى 50% من المدارس جاهزة، هي بعدها في طور الإنجاز ومتلكية، ما نعرف شنو الأسباب. طبعا تعرفون في السنوات السابقة مجالس المحافظات من كان وهي كانت موجودة هاي العقد المدارس الجاهزة، لكن للأسف ما نشوف جدية من الحكومة ولا وزارة التربية ولا قسم الأبنية في محافظة ذي قار. طبعا هاي الجهة المستفيدة فيها في المحافظة هي مديرية التربية ووزارة التربية، فنتمنى ونأمل ونعمل أن تكون هاي المدرسة يسرع إنجازها على مود تفك خناقات بالنسبة للدوامات. وأبناء المنطقة ناشدونا قالوا يابا هاي المدرسة متلكية منذ سنوات سابقة ومنذ سنوات عديدة، كل الحكومات السابقة سواء كانت حكومات مركزية حكومات محلية رؤساء الوحدات الإدارية للدوائر المستفيدة من المدرسة هاي ماكو جدية بإنجاز العمل. فاليوم احنا نوصل رسالة إلى وزير التربية ولا الحكومة اللي موجودة المحلية، خلوا أنظاركم عن المؤسسات التربوية، تعتبر المؤسسات التربوية هي بذرة للمجتمع، هي بذرة للعلم. مشاهدينا نتابع التعليقات بشأن هذين المقطعين في موقع فيسبوك. لدينا تعليق من عبد الزهر الحميداوي يقول: لا أول مدرسة ولا آخر مدرسة، الفساد مستمر وبعلم الجميع. تعليق لدينا من حسين يقول: بمنطقتنا اثنين أو بمنطقتنا اثنين مدارس صار أكثر من 10 سنوات أكثر من مقاول يأخذ الفلوس وينهزم، وباقيات بعد ما انصرف أضعاف المبلغ بسبب المقاولين الفضائيين. تعليق عندنا من نور تقول: حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم وفاسد، يعني شنو ذنب أولادنا باقين بدون مدرسة؟ تعليق لدينا من عمار يقول: مدرسة عكاظ مقابل جسر السريع القريب من شارع الجمعة 11 سنة قيد الإنشاء ولم تكتمل. نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم مشاهدينا الكرام. معنا أول اتصال السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل يا عبد الرزاق حياك الله. حياك الله استاذ محمد ورمضان كريم. علينا وعليكم اجمعين ان شاء الله. استاذ محمد، بالنسبه لرفع الاسعار، شوف اكو سوره قرانيه تقول بسم الله الرحمن الرحيم: فليعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. فهنا السوره القرانيه او الايه القرانيه تاكد على استقرار الوضع الاقتصادي واستقرار الوضع الأمني. طيب. أي بلد ما بي وضع اقتصادي مستقر وما بي وضع أمني مستقر، هذا بلد مهدد بعدم وجود أي أمان للإنسان وأي وجود رزق مستقر لهذا المواطن. يعني حضرتك تقصد، بس حتى نفهم بداية الحديث، أنه أنت يعني مقومات الحياة الـ السليمة لأي بلد أو لأي مواطن ضمن أي بلد
أنه يجب أن تتوفر له مقومات العيش الكريم من طعام ومسكن وبيئة آمنة ملائمة للعيش. أكيد 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 أستاذ محمد. فإذا توفرت هذه الشروط يكون البلد مستقر والمواطن آمن على حياته وآمن على رزقه. لكنه وضع وجود هذه الميليشيات وضع وجود الجماعات المتصارعة فماكو أي استقرار. طيب من الذي منع هذه الأحزاب وهذه الحكومات التي جاءت في الوقت الذي جاءت فيه حظيت بالاعتراف الدولي، حظيت بالدعم والمؤازرة الدولية، حظيت باعتراف الدول المحيطة بنا ودول العالم، حظيت بميزانيات انفجارية لم تحظى بها أي دولة في تاريخ العراق الحديث منذ التأسيس. ما الذي منع هذه الأحزاب من أن تبني، من أن تعمر، من أن توفر البيئة الآمنة والحياة الكريمة والعيش الكريم للمواطن العراقي؟ شنو الأسباب اللي منعتهم؟ الأسباب أستاذ محمد سبب ليبي وسبب دولي خارجي، يعني تعرف أنت المحتل الأمريكي بالتعاون مع دول إقليمية أرادوا من هذا الوضع داخل العراق أن لا يكون مستقر ولا يكون آمن وما توفر به أبسط مقومات الحياة، يعني حتى لا كهرباء لا مي، يعني يكون الوضع بهذا البلد وضع متخلخل. يعني بس يعني أريد أسأل السؤال وبهذه الطريقة سيد عبد الرزاق، يعني من قلة العملاء والخونة اللي دي يحكمون الدول المحيطة بينا، ما هو أكو عشرات الحكام حول العالم عملاء وخونة، لكن دي يوفرون شارع مبلط، كهرباء، مرتبات جيدة، طعام وشراب متوفر للناس، مياه متوفرة للعالم، هم هم عملاء وخونة، لكن مع هذا دي يوفرون أساسيات الحياة، شروط الحياة الكريمة للناس، البقية بالعمالة وسرقة ميزانيات البلد والولاء للآخرين موجودين ذولا، لكن دي يوفرون الشروط الكريمة، شروط الحياة الكريمة. شنو اللي منع ذولا العملاء اللي موجودين عندنا؟ سؤال كلش حلو، لعب صارك على هذا السؤال. شوف أستاذ محمد، صح أكو دول وأكثر شيء يعني الدول العربية، يعني بغض النظر بدون تشخيص دول، أنا دا أحكي بالمفهوم العام، يعني أكثر دول يعني الحكام مالتها عتها عمالة لكنه توفر فرص الحياة والفرص اللي يحتاجها للمواطن. أما الوضع بالعراق وضع ميليشياوي، وضع أحزاب متصارعة، يعني خلينا أضرب لك مثل قبل كم يوم اللي هو المالكي، أنا ما أريد أطول، المالكي اللي هو أعتقد يعني يرأس مجموعة الإطار، ومحمد شياع السوداني هو أحد أعضاء الإطار وترشح من قبل الإطار، فشوف يعني صار تضارب بيناته، فما ما عندهم مشاريع تخدم المواطن. يعني قال المالكي بكلامه على احدى القنوات بانه ما احنا بالانتخابات الجايه ما نريد رئيس الحكومه اللي هو متسلط على المال ان يرشح ينسحب. زين يا اخي، انت قبل انت موجود بالحكومه واستخدمت اموال الدوله لانتخاباتك، فما معناته اكو تصارع بينك، فما واحد يريد الاخر يقدم مشاريع يعني ترفع من قيمته قدام المجتمع. طيب انا اشكرك سيد عبد الرزاق من بابل، شكرا جزيلا لحضرتك للمشاركه معنا. السيد محمد من ديالى، تفضل يا محمد، حياك الله. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ شلونك عيني؟ حياك الله محمد، كل الهلا، اهلا وسهلا. الله يسلمك استاذ، موضوعك حول المدارس، اغلب المدارس حاليا. نعم، بس علونا صوت محمد، لو محمد انت ارفع صوتك شوي لو سمحت. احنا حاليا هسه اغلب مدارس ناحيه جلولاء، انا في ناحيه جلولاء محافظه ديالى، يعني اغلبهم هسه احنا قطاسيه ما موجوده. طيب، يعني والطلاب يعني كل اربعه برحله. والبنيه التحتيه مال المدارس تعبانه حيل. يعني اغلب النواب يعني يجونك يروجون، وهي المدارس بأمس الحاجة للبناء، ويعني طلابنا هسه تروح للش اسمك أغلبهم دورات لازمين خصوصي. صحيح، ويعني احنا الناشد نريد يعني من وزارة التعليم، من وزارة التربية الاعتناء بالقرطاسية،
هي المشكله، مو بس قرطاسيه على كلامك، المشكله تتجاوز مرحله القرطاسيه الى مرحله توفير المدرسه. هي. توفير المدرسه يعني هسه مثل ما تفضلت، يعني احنا عندنا حاله صارت هنا في ناحيه جلولا، يعني مدرسه الحريري هي يعني خصيصا متوسطه واعداديه يعني مال بنات، يعني الوحيده بجلولا هي، واغلب المناطق والاحياء مالتنا متوجهه على هذا المدرسه يعني وتكهرب. يعني هسه كم دوام بهالمدرسه؟ ثلاث دوامات يعني دوام من السبعة ونص للعشرة ونص، ومن العشرة ونص للسنتين، ويجيك الدوام الثالث الابتدائية يعني من السنتين للخمسة. يعني احنا اريد اسال وزارة التربية تقول احنا بحاجة الى اقل شيء 8000 مدرسة حتى ان نستوعب اعداد الطلبة ونعالج المشاكل بالدوامات المتكررة بنفس البناية. ليش شنو اللي يمنعهم من توفير الأبنية المدرسية؟ يعني احنا عندنا مقطع عرضناه في بداية الحديث لناشط يقول انه محمد الشيع السوداني يمكن الحكومة الوحيدة من الحكومات السابقة اللي اجت بوقت العراق ما بمشاكل تقريبا من الناحية الأمنية، داعش منتهي، ما عندنا حروب وما عندنا قتال، ميزانية مزدهرة واكو فلوس وسعر النفط حلو، شنو اللي يمنعهم من تقديم البنى، من تطوير البنى التحتية وبناء المدارس وتحقيق هاي المشاريع؟ ليش احنا نسأل هذا السؤال؟ محمد الشيع السوداني جاوز زمن حكومته اكثر من سنة، يعني من الشهر العاشر هو سنة، اليوم احنا سنة ونص. طيب سنة ونص والى الان عندنا ازمة مدارس، المفروض المدرسة ايش قد تاخذ وقت حتى تنبني؟ والله استاذ انت مثل ما تفضلت، يعني احنا اعتماد الجيل اللي يجي ها هي المدارس وزارة التعليم، يعني المفروض يعني المدارس احنا مثل حتى ما قلت لك ثاني يعني ثلاث دوامات، يعني هذا طالب شو يستهم؟ واحنا انا هسه انا المتحدث وياك انا استاذ التربيه الرياضيه. نعم. في احد مدارس ناحيه جلولا. نعم. احنا قلت لك يعني المفروض بناء مدارس هسه احنا ما نريد دوام واحد، هسه احنا ما نريد فد مره، نروح نريدها بحيث مدرسه دوامين. يعني من 8 يعني انا ماشي حضرتك ترضى بما هو ادنى من الحاجه، يعني من الماكو. لكن احنا بدنا نقول انه احنا ليش، يعني شنو السبب اللي يمنع انه تكون في لكل مرحله دراسيه مدرسه؟ او مثل ما تفضلت اضعف الايمان انه تكون مرحلتين على الاقل ضمن مدرسه واحده، بس هاي الشروط وينها؟ ليش ماكو؟ يعني ليش حتى ما يطبقون هذا اضعف الايمان خلينا نقول؟ صحيح. واحنا بعدين استاذي يعني احنا منطقه منكوبه وصوت عليها بالبرلمان، يعني منطقه منكوبه المفروض احنا اغلب الخدمات تجيها ويعني شافت ما شافت يعني نزوح. طيب هسه هذا الكلام كله اللي تفضلت به حضرتك على العين والراس، تفسيرك انت كمواطن رايك شنو اللي يمنع من توفير هاي الخدمات طالما يعني مثل ما تفضلت جلولاء مصنفه منكوبه وتحتاج الى اعمار عاجل وتحتاج الى خدمات بشكل عاجل، غير حال كثير من المدن اللي استهدفت بالعمليات العسكريه، شنو السبب من وجهه نظرك؟ والله استاذ هي دائما احنا يعني كمحافظه دياله هي اداريا قيادات تقودها فاسده المفروض يعني المفروض انت كابن سياسي وابن مواطن عادي المفروض نفس الدرجه ونفس المستوى، احنا ما نريد نريد شويه يعني نسبه 30% عداله، اغلبيتها هسه عداله يعني الطبقه الفاسده ماكو عداله بس عداله السماء، عداله الارض ممحيه. احنا مثل ما قلت لك يعني نريد بناء مدارس وتوفير تعليم تعليم جيد وهسه احنا اغلب قبل كانت نواقص استاذي، قبل كانت نواقص كادر تربوي، وهسه احنا اغلب الجوي يعني محافظه دياله هي 32000 محاضر هسه مدارسنا الحمد لله والشكر سادين الشواغل مسيطرين على الوضع تعليم كل الجين، بس قلت لك يعني هسه الاستاذ من يطب للصف يعني الصف 70 طالب يعني حتى من يشرح غير يعني البناء القديم، غير الخدمات المنعدمه داخل الابنيه المدرسيه، غير الرحلات القديمه، غير الـ يعني ماكو سبل الراحه للطالب حتى يتلقى تعليم بشكل صحيح. اي والله صحيح. تمام. يعني حتى
مثل ما أشكرك أشكرك أستاذ محمد، شكرا جزيلا لحضرتك، كنت معنا من ديالى أحد التدريسيين التعليميين في من الكوادر العراقية. الرجل تحدث عن المشكلة اللي دا يواجهها على الأقل في منطقته، في الناحية اللي هو بيها ضمن محافظة ديالى. المشكلة تعم وتنتشر وتتوسع وتشمل محافظات أخرى وأقضية أخرى ونواحي أخرى. أحد الأخوة اتصل بي قبل يومين أو يمكن البارحة أعتقد، يقول في داخل بغداد، في داخل بغداد بعد أكو مدارس طينية في داخل العاصمة بغداد اللي هي المفروض مركز الحكومة والمركز المالي والفلوس كلها في بغداد، في داخل بغداد أكو مدارس طينية. لكم أن تتخيلوا حال بقية المدارس الموجودة في المحافظات الأخرى في الأقضية والنواحي في المناطق المتطرفة البعيدة عن المركز، ولكم يعني تخيلوا. خلونا ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام. قال مراقبون للشأن العراقي أنه في ظل غياب الرقابة والمتابعة المستمرة وضعف تطبيق القانون وعدم الوقوف على تنفيذ الواجبات الموكلة لبعض العناصر التي تعمل في داخل الدولة، تتفاقم الأخطاء وينتشر الفساد الذي أصبح يشكل أزمة خطيرة في المجتمع. وبالرغم من المطالبات المستمرة بالقضاء على الفساد والحد منه، تنخر هذه الظاهرة الخطيرة هياكل الكثير من مؤسسات الدولة المهمة التي على تماس مباشر مع المواطن. في هذا السياق شكى أحد المواطنين من تأخر إنجاز معاملاتهم وتكدسهم أمام شبابيك دائرة الضمان الاجتماعي في محافظة البصرة بسبب غياب الموظفين المسؤولين عن إجراء تلك الخطوات أو المعاملات. دعونا نتابع مشاهدينا الكرام هذا المقطع. دائرة الضمان الاجتماعي هاي الشبابيك ما بيها ولا واحدة، هاي النافذة الواحدة اللي يحكون عليها، وشوف المواطنين وما شاء الله متقدسة المعاملات والجماعة، هاي الناس المتضامنين وأصحاب الشركات، كل معاملة 3 أشهر شهرين ذالينهم، والله التعليمات من بغداد اجت بغداد، بينما كنا احنا هاي المعاملة ما تستغرق يوم واحد. هسه هاي النافذة الواحدة ما شاء الله منورة، هسه غير ساعة 11 وصلي على محمد. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر، إلى محافظة النجف، حيث اشتكى عدد من المواطنين من انقطاع التيار الكهربائي عن بناية دائرة تقاعد المدينة أو داخل المحافظة، وعجز هذه المؤسسة الحكومية عن صيانة المولد الخاص بها، وأبدى المواطنون غضبهم وامتعاضهم من توقف معاملاتهم لساعات طويلة، واستهجنوا الإجراءات الحكومية في هذه الدائرة التي يجب أن تنجز معاملات المتقاعدين المسنين في أسرع وقت ممكن، لكنهم في الحقيقة انتظروا لساعات طويلة لأسباب لا قيمة لها من وجهة نظرهم. دعونا نشاهد. من 9 لحد الآن ما كهرباء، دائرة تقاعد. صعدنا المدير يقول ماكو شو اسمه، ما عنده مولده. وطني ماكو. هاي ناس من الساعة بالـ9 لحد الآن، كهرباء ماكو، معقولة؟ ماكو هيك شيء. من الساعة بالـ9، بأي ساعة حجي جايته؟ من 9:15 لحد الآن. بأي ساعة جاي نعمته؟ صعدنا المدير. المدير يقول المدير ما عنده صاحب عنده مولده ودائرة حكومية. دائرة يقول ما يبقى لا غاز ولا هالساعة، المولدة عاطلة. وما حد يصلحها، ما حد يصلحها. يومي هاي الوضعية ما تقع على المدمن الوضعية المتروح. ما تغيرت. اي ما تغيرت. اي مليون الكهرباء ما في كهرباء. يا حاجب قال لك ابو الحاسبي ابو القطع يقول لك ما في كهرباء. انت جبت 9 يقول لك امن قرعه كهرباء. وهكذا. اول دائرة حكومية ايش قديش كبرها ما فيها مولده. نتابع سريعا التعليقات مشاهدينا الكرام بشأن هذا الموضوع. لدينا تعليق من حيدر يقول: المديرة تقول غاز ماكو للمولدة والواير مقطوع صار أسبوع، يعني تصور أبو الكشك بصفهم عنده كهرباء وهم ما عندهم، يا ريت عندهم أسلوب ويا المراجعين. نعمة يقول أو تقول: واحدة من دوائر العراق التي تكون فيها المعاناة بأعلى ذرواتها. تعليق من أم مريم تقول: فساد ورشاوي واسطات الموظفين وكل رقابة ماكو. وتعليق من أحمد يقول:
ما اعرف ليش كل الدوائر الحكوميه رشاوي وازدحام وطلايب ما يشتغلون وما يقعدون بمكانهم. نستمع لراي السيد امجد من بابل. تفضل يا سيد امجد، حياك الله. امجد من محافظه بابل، تفضل يا امجد. للاسف فقدنا الاتصال ويا السيد امجد. طيب خلونا ننتقل الى موضوع اخر مشاهدينا الكرام. اشتكى اهالي حي ديان في قضاء عفك بمحافظه القادسيه من انقطاع التيار الكهربائي لمده 3 أيام متواصله. هذا الموضوع ادى الى تلف المواد الغذائيه التي تم شراؤها داخل بيوت المواطنين بعد قيام دائرة الكهرباء بأخذ المحولة المغذية للمنطقة من أجل الصيانة وعدم توفير بديل لها لمعالجة هذه المشكلة. دعونا نتابع هذا المقطع مشاهدينا الكرام. السلام عليكم. هاي بيوت بحيدية صارها 3 أيام ما بيها كهرباء، وهاي بعد لجوة منطقة لهناك لجوة، وهاي وادي كذلك كلها مربوطة على محاولة واحدة، صارهم 3 أيام ما كهرباء، الغراض خربت، المشواق ذبوه، كل غراضنا خربت، لا يرضون يجون يسووها، شالوا المحاولة وعافوا الوادم بدون محاولة، على أبوي صلحوها، وصارهم 3 أيام. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. طالب أهالي حي الكربلائي في قضاء عفك بمحافظة القادسية طالبوا بتوفير أعمدة وأسلاك كهربائية جديدة بعد تهالك القديمة منها وتحسين واقع الكهرباء بدلا من الحال الذي وصل إليه، حيث ترتبط المنازل البالغ عددها 300 منزل بمحولتين اثنتين فقط للكهرباء، فضلا عن تردي الواقع الخدمي وانتشار النفايات وقلة الأبنية المدرسية. لنشاهد الآن من منطقة الكربلاء قضاء عفك محافظة الديوانية. احنا شنو نطالب به ونريده؟ الحلول، يعني الحلول ولو حلول بسيطة بنريده. بالنسبة للسليك الاسلاك، اسلاك خطين، وخطين يعني تعبان كلش، يعني بالحمل ينمد، يعني مرات ينقطع بالشارع ينقطع. نريده شنو؟ نريده حتى لا اسلاك مستخدمة، اعمدة مستخدمة، ما يخالف راضين بها، بس تمشي امورنا، لان هاي تعبانة ما جاي تمشينا، هو بالشتاء ما جاي تمشي، بالصيف شلون؟ وعمود عن عمود 70 متر بعد، 50 70. نريده من السيد المحافظ، ان شاء الله نطالب من السيد المحافظ وان شاء الله السيد عباس الزامل، السيد عباس الزامل ان شاء الله نريده من عنده يكون هو اللي يوقف على موضوعنا، هو من عنده يوقف على موضوعنا. يعني بعفك ما سوى لكم ما سوى لنا شيء، اذا نظل ورا حكومه عفك ماكو فايده، ما يعني ماكو فايده، لان يعني هاي قديمه المشكله ولحد الان قديمه، والراجع دوائر الدوله ما جاي تحل مشاكل. أيه. ما تحل مشكله، اللي يحل مشكله هو المحافظ نفسيته، هو اللي يحركهم طبعا. المحافظ نريده سليك اعمده، يعني 300 بيت محولتين بيه، مثل المدينه هاي 300 بيت، شلون تتحول يعني محولتين شلون تكفي؟ شوف هنا منطقه الكربلائي معدومه منسيه النفايات، هاي النفايات ما يشيلونها البلديه، لا تبليط، مدرسه ابتدائيه ماكو، معدومه وخارج نطاق الخدمات. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. اشتكى اهالي حي السكك في قضاء هيت بمحافظه الانبار من انعدام شبكات الصرف الصحي في الحي بالرغم من كثره المناشدات ومخاطبه المسؤولين، فضلا عن معاناه متفاقمه مع المياه الصالحه للشرب، حيث تعاني هذه الشبكة من التهالك، مطالبين الجهات الحكومية بانتشال الحي من الواقع الخدمي المنهار. لنشاهد مناشدة للسيد محافظ الأنبار المحترم والسيد رئيس مجلس المحافظة والأعضاء المحترمين. نحن أهالي حي السكك في قضاء هيت، يعني الخدمات عندنا من عدمة، أول خدمات مالتنا الموجودة يعني صار 40 سنة مجاري ما عندنا، والبيوت مالتنا طافت. راجعنا سيد قائم مقام قضاء هيت يقول لنا انتم خارج حدود البلديه. طيب المعموره مشموله بالخدمات البلديه، وحي امينه مشموله، والسكك يعني قريبه على اقرب نقطه على هيت ما مشموله، ليش؟ السبب القائم مقام يقول لنا انتم مطوبين 300 متر طابو، والشوارع مولكم. طيب احنا وين نروح؟ إذا الشارع هو مال الدولة الشارع،
احنا وين نروح؟ فنرجع لسيد المحافظ، السيد رئيس مجلس المحافظة، اخي احنا خدمات ما موجودة عندنا بقضاء حي السكك القضائي، نرجو مساعدتنا. والاهالي والله البيوت مالتها طافت من المجاري، وشبكة المجاري هي تكملت، بس احنا بقضاء السكك ما حي السكك ما مشمولين. المن الراجع هسه؟ هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الشبكة الماء صالحة للشرب، يعني شعدنا مي غير صالح للشرب، شبكة متهالكة صار لها 40 سنة، 40 سنة مي ما ينشرب مالنا. راجعنا الدوائر المختصة بالقضاء يقولوا لنا أنتم خارج حدود البلدية. علما المدير البلدية الأستاذ هاشم يقول أنتم خارج حدود البلدية. زين احنا وين نروح؟ احنا بصف القضاء. يعني معقولة احنا خارج حدود البلدية؟ يعني نرجو أن تجدون حل، وإحنا نيابة عن أهالي الحي نتكلم، ونرجو إيصال هذه المساعدة إلى السيد المحافظ والسيد رئيس مجلس المحافظة، جزاكم الله خير الجزاء. مشاهدينا مستمرون مع هذا الموضوع، نبقى طبعا مع تردي الواقع الخدمي والأعمال الترقيعية التي تنجزها الحكومة، حيث سخر مواطنون من خروج جسر الفتح الرابط بين كركوك وبيجي عن الخدمة، وذلك بعد ساعات قليلة من صيانته. لنشاهد. الجسر طاق للعلم هسه بي فتحتين، هاي فتحة هاي فتحة وهاي الفتحة الثانية، هاي الفتحة الثانية شوف طاق الجسر لحد نتابع التعليقات سريعا. مشاهدينا الكرام، تعليق من خالد يقول: شنو ملزقين بتياب البارحة سووه؟ تعليق من أبو أنور يقول: فعلا هذا الحي يفتقد إلى جميع الخدمات، ما خلينا باب ما طرقناه ولكن بدون نتيجة، هذا الحي مهمش من قبل الدوائر الخدمية في قضاء هيت. تعليق من بنيامين يقول: تصليح المحولة يطول يومين، إيش عجب باقينا 4 أيام ما مصلحيها؟ وأيضا ضمن التعليقات صلاح يقول: هاي المنطقة حي الكربلائي من ناحية الشوارع منظمة وتقسيم هندسي ما تتعب الدولة، إذا فعلا أكو رغبة لخدمة الصالح العام وهذا واجب على الحكومة، حي كامل أكثر من 250 بيت ومن ضمن الولاية يفترض يعمر بالخدمات، وهذه أبسط وأسهل على المسؤولين وأصعب ما يمكن على المواطنين، نتمنى الشعور بالمسؤولية واتخاذ ما يلزم تدبيره. طيب نستمع إلى أمجد من بابل سريعا، تفضل يا أمجد، حياك الله. السلام عليكم أستاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك أستاذ، أدي في الطلب أني إلى وزير التعليم العالي أستاذ الوزير نعيم العبودي. نعم. أني متعين على وزارة التعليم العالي، فكملت سادس إعدادي وكملت كلية حاليا، وقدمت نعم. أنه طلب قد أضيف الشهادة ما يضيفوا لي إياها. تريد شو تسوي؟ أضيف شهادتي. أضيفها؟ نعم نعم. أضيف الإعدادي، أضيف المتوسطة، وما يقبلون، وين أروح حتى ما أدري، أجي قابل الوزير ما يخلوني. شنو سبب الرفض؟ شنو سبب الرفض؟ أجي أروح للعميد أضيفه يقول لي ما أحتاجها، زين هي شهادة إعدادية، الشهادة الكلية ما أريد أضيفها، أضيف بالتسلسل. نعم. وما أعرف شنو سبب هسه، بدي أوصل من خلال قناتكم الموقرة المحترمة أن شوفوا لي حل. نعم. نعم ان شاء الله ان شاء الله سيد امجد تصل هذه الرساله والمناشده الى من يسمع. شكرا جزيلا لحضرتك للمشاركه. شكرا شكرا. حياك الله سيد امجد. نكمل مشاهدينا الكرام اذا مع ما لدينا من مواضيع، وننتقل الى فقره الانفوغرافيك. سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناه الرافدين الفضائيه الضوء على الذكرى 9 لوفاه الامين العام السابق لهيئه علماء المسلمين في العراق الشيخ حارث الضاري، حيث عرف الشيخ المجاهد حارث سليمان الضاري رحمه الله بحياته الحافلة بالعطاء، والتي ابتدأها بتحصيل العلم الشرعي مرورا بتربية الأجيال وتخريج العلماء والدعوة إلى الله تعالى، لينهي مسيرته بالجهاد في سبيل الله والوقوف بحزم أمام مخططات أعداء العراق والإسلام. كما قاد الشيخ حارث الضاري في هذا السبيل مؤسسة كبيرة أوقفت جهدها وجهادها لتحرير العراق من الاحتلال وهيمنة الظلم ورعاته.
طبعا كان الشيخ الضاري رحمه الله واحدا من أشد المناهضين للاحتلال الأمريكي ومشروعه السياسي في العراق، الذي تشكلت على أساسه حكومات المحاصصة الطائفية أو ما عرف بالعملية السياسية. مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع الإنفوغرافيك الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية. لم يساوم على بلده ولم يساوم على عقيدته، على الرغم من المغريات التي حصلت وإمكانه أن يتبوأ منصبا دنيويا ويسكت عن الحق، ولكن شاء الله له أن يرحل وهو على الحق ثابت. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى فقرة الهاشتاج. حذرت الأمم المتحدة ومنظمات وباحثون من تداعيات أزمة الجوع التي تحيط بسكان غزة مع استمرار حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل بحقهم، فيما قالت المنظمات الدولية إن المجاعة تكاد تكون حتمية في ظل الأوضاع المأساوية. وقال خبراء من جامعة كاليفورنيا إن انعكاسات مثل هذه الأزمة الغذائية الحادة التي تضرب سكان قطاع غزة المحاصر ستطال الأشخاص الذين ولدوا خلالها وأبنائهم وأحفادهم، إلى جانب تأثيرات صحية طويلة الأمد. إلى ذلك تفاعل مدونون وناشطون مع وسم غزة بلا فطور ولا سحور. في منصة أكس مشاهدينا الكرام، حنان تقول: في ظلال رمضان والقلوب تتلامس بالدعاء، نحس بخجل كبير من الوضع الصعب في غزة. كل واحد فينا يحمل بقلبه صورة أهل غزة التي يعانون أو الذي يعانون من الجوع والعطش، وأسماءهم تتردد في هدوء الليالي الرمضانية. ما راح ننسى وبنستمر في القضية حقتنا. تعليق من دانيا تقول: نحلت أجسامهم من الجوع والعطش، المجاعة تفتك بالطواقم الطبية في غزة، فلا وجبات سحور ولا إفطار، حسبنا الله ونعم الوكيل. مصطفى عاشور يقول: وأنتم تفطرون وتتسحرون وأنا معكم، تذكروا جيدا أن إخوانكم في غزة مرابطون مجاهدون وأنهم بدون سحور أو إفطار. دكتورة حنان العتيبي تقول: بينما نتأمل جماليات الصوم والعبادة في شهر رمضان، تتحدى غزة أبشع الهجمات والصعوبات بصمود لا يلين تحت جنح الظلم والقسوة وجوع يفتك بأطفالها. هل ترضى أن تبقى القلوب مطمئنة في أوقات الجوع والعطش؟ مشاهدينا الكرام، بهذا أصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.